ما شاء الله. ربع الكتاب. ربع الكتاب يعني باب الآداب. أيوه. ما شاء الله. وش غيرها اللي ما أكملته يا شيخ؟ ابن ماجه. ابن ماجه كم باقي من مجلد؟ لا مقدمة. وهي المقدمة أهم شيء يا شيخ، التمسك بالسنة. أيوه. كلها ما شرحتوها؟ طيب في فكرة يا شيخ جيدة، تقرأ عليك المقدمة في الدرس وتعلق تعليقات بسيطة وتنص بعد ختم المقدمة، لأن المقدمة يسيرة تقرأ يعني في ثلاث جلسات، بعد المقدمة تنص تقول يا أخوان جاءت التعليقات على خلاف الشرح قليلة جدا للعارض الصحي الذي ألم بي، لكن تعليقات تكون دقيقة، أو تحضرها ويكتبها الأخ عبد الجليل في البيت وتلقيها إلقاء في المسجد. هذا هو ما بقى للمقدمة فقط. هذا جيد يا شيخ، وش رأيك بالاقتراح هذا؟ لأنه جهد الآن المقدمة هو. الله ينفع بعلمكم ويحسن الخاتمة ويجمعك مع المنعم عليهم. جزاك الله خير، وآسفين القصور يا شيخ في حقك. جزاك الله. اي والله انا مقصرين، لكن المسامحة. جزاك الله خير، شكرا يا شيخنا، مع السلامة.